ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه صلى الله عليه، حضر ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله عليه، ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء صلى الله عليه، ليلة الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء صلى الله عليه، مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء صلى الله عليه، أتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء صلى الله عليه، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء يا نبي سلامي عليك، يا رسول سلامي عليك، يا حبيب سلامي عليك، صلوات الله عليك، يا نبي جئت إليك أرتجي من راحتيك، يا خير ملجأ بالذي صلى عليك، يا نبي سلامي عليك، يا رسول سلامي عليك، يا حبيب سلامي صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام، مثل حسنه ما رأينا في العراقين شامي، ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام، يا نبي سلامي عليك، يا رسول سلامي عليك.
السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله عليه. هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية، فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. عطر اللهم روضه الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.